ورجعنا لكم مرة تانية على الهواء مباشرة، ومفروض ان احنا هنكون معاكم في فقرة الصحافة، فاحنا في انتظار الصحافة، فاسمحوا لنا بس ان احنا نطلع معاكم الفاصل يا طارق بعد اذنك، هنبقى تكون موجودة معانا الصحافة. طيب. لكن في الاول عايزين نقول انه من خلال فقره الصحافه والمنشطات الموجوده في جميع الجرائد القوميه والمستقله، عايزين نقول ان احنا بنوجه كل تحياتنا لكل الشعب المصري. وعايزين نقول حاجه كمان، ماسبيرو يمكن الفتره اللي فاتت كان مظلوم شويه، اللي بيشتغلوا فيه يمكن كانوا مظلومين شويه، لان هم كانوا بيحاولوا ان هم يتبعوا يكونوا محايدين، ولكن اعتقد ان الناس كانت عارفه ان احنا كان علينا ضغوط كبيره جدا، وانه احنا من ضمن الشعب المصري بنحاول نوصل كل رساله وكل الحب لكل الشعب المصري. خلينا ننتقل معاكم لفاصل سريع ونبدا معاكم فقره الصحافه، فخليكم معانا. رجعنا لكم مره تانية الهواء مباشره، وبدنا معاكم نهارك سعيد وفقره الصحافه. هنستعرض انا وساره سريعا الاخبار اللي معانا، بعد كده ناخد تفاصيل كل خبر معانا. نبدا على طول من المصري اليوم، الصفحه الاولى، الاخوان تعلن الحرب على الشعب. الاهرام الصفحه الاولى، هجمات باسلحه ثقيله على 8 مواقع عسكريه وشرطيه بشمال سيناء. الشروق الصفحه الاولى، الجيش يستعد لمعركه حاسمه في سيناء. الشروق الصفحه الرابعه، البرادعي لا اسعى الى الرئاسه وتدخل الجيش منع حربا اهليه. المصري اليوم الصفحه الاولى، حل الشورى ورئيس جديد للمخابرات. الشروق الصفحه التاسعه، واشنطن تعرقل مساعدات خليجيه لمصر بقيمه 20 مليار دولار. موقفها غريب قوي امريكا، بس هو مش يعني هو متوقع يعني. بالظبط. المصري اليوم الصفحه الاولى، 36 مليار مكاسب البورصه في اسبوع وصعود تاريخي بعد عزل مرسي. الوطن الصفحه الاولى، صندوق لدعم مصر ورجال اعمال يتبرعون ب 280 مليون جنيه. واخيرا من الوطن الصفحه الثالثه، عبد المجيد يعلن الاستقاله ويؤجلها لحين تنظيف مخلفات طلعت. خلينا نبدا على طول من جريده المصري اليوم من الصفحه الاولى، الاخوان تعلن الحرب على الشعب. تفاصيل الخبر، ان الميليشيات المسلحه تهاجم المتظاهرين والمنشات، والجيش يتدخل لفض الاشتباكات، و المرشد بديع يستهين بالدماء ويحرض انصاره في ربعه، سنبقى حتى نعيد مرسي الى الرئاسه. اعتقد ان مفيش حد فينا يا ساره ما تابعش امبارح خطاب المرشد من ربعه العدويه، وحسه على وتحريضه على انصاره في ربعه، ان سنبقى حتى نعيد الدكتور محمد مرسي على اكتافنا، ومش معترف خالص باللي حصل تماما. براحته يعني تماما. انا عايزه اقول انه يعني بجد كفايانا دعوه للعنف والتكفير والتخوين. مش معقول يعني الشعب كله نزل في الشارع، يعني اعتقد الاسفلت ما كانش باين، كان لحم بس موجود على الارض، كوم لحم موجود على الارض، نزل يقول انا عايز وطن، انا عايز عيش، انا عايز حريه، انا عايز كرامه. في ناس كانت موجوده في البيت على فكره عندها اطفال ومتقاعدين، وناس كتير جدا ما نزلتش بس كانوا عايزين ينزلوا، ما عرفوش ينزلوا. خلينا نقول كمان ان اطلقت جماعه الاخوان المسلمين عناصر الثوره المضاده امس بجميع المحافظات في محاوله لارباك المشهد وبث الرعب والخوف في قلوب المواطنين من اجل اعاده الرئيس المعزول باراده شعبيه الى منصبه لو باستخدام القوه. وبدا تحرك عناصر الثوره المضاده منذ فكر امس في سيناء، متهيألي ما فيش حد فينا ما صحيش على خبر ضرب الكمائن في سيناء وقتل المجند اللي موجود كمان في الكمين، وشنت هجمات متزامنه بالاسلحه الثقيله على 5 كمائن للجيش والشرطه بمحافظه شمال سيناء، ومنها مطار العريش الجوي، مما ادى الى استشهاد مجند واصابه 7 اخرين بجروح، مشيرا الى ان الهدوء الحذر يسيطر على شبه جزيره سيناء، وان في اجراءات مفروض ستتخذها الاجهزه المعنيه ردا على الهجوم، منها اغلاق معبر رفع حتى اشعار اخر. كل دي احنا سمعنا عنه، وسمعنا كمان ان هيكون في هيعملوا، خليني بس اركز فيها دي. انا يعني انا بس انا سعيده جدا اولا بالخبر ده، لانه فكره انه ما فيش ناموسه هتعدي من معبر رفح دي فكره عبقريه جدا، لانه احنا دلوقتي في وقت حرج قوي قوي قوي، كم الاسلحه اللي دخلت قبل كده بتساهم حضرت جوال صح. أيوة. في سيناء في الشيخ زويد وفي مناطق كعده زي شمال سيناء، هي العريش ورفح والشيخ زويد، وهناك في اسلحه كتيره، قذائف هاون وار بي جي، والمسلحين كانوا معاهم عربيات. خلينا كمان نقول في ميدان الرابعه العدويه، بالظبط في ميدان الرابعه العدويه، حرض محمد بديع مرشد الاخوان انصاره على التضحيه بانفسهم من اجل اعاده مرسي الى منصبه، وقال ان الاخوان لن يغادروا الميادين حتى يعود الرئيس المعزول.
متهيألي يعني بلاش مزيد من العنف، وفي الاخر انتوا بتضحوا بشبابكم، فاحنا من هنا بنناشد شباب الاخوان ما تنزلقوش لمثل هذه التحريضات عشان انتوا الموجودين في الصفوف الاولى وقياداتكم مش موجوده. يا ريت العقلاء في التنظيمات الدينيه يخاطبوا الشباب المنتمين ليهم بالعقل، لانه بجد كل دم بينزل على الاسفلت المصري ده احنا هنندم عليه جدا. مش عايزين فتنه توصل، لانه القاتل ما يعرفش هو قتل ليه والمقتول ما يعرفش هو مات ليه. مش عايزين نوصل لحد كده. خلينا نروح الخبر اللي معاكي. اللي هو الجيش هجمات باسلحه ثقيله، هجمات باسلحه ثقيله على 8 مواقع عسكريه وشرطيه بشمال سيناء، وده خبر مهم جدا، وعلى فكره واخد منشات كبير قوي في الاهرام، هو المتصدر يعني منشات كبير في الاهرام. بيقول انه في تطور مفاجئ وفي توقيت واحد، برافو قوات مسلحة يعني منظمة كل الخطوات اللي بتعملها بشكل كبير جدا. شنت جماعات مسلحة فجر أمس عدة هجمات على 8 محاور أمنية تابعة لكل من الجيش والشرطة في 3 مدن بمحافظة شمال سيناء، زي ما قلت العريش ورفح والشيخ زويد، وده باستخدام الأسلحة الثقيلة. كان فيها قذائف ار بي جي، وكان فيها قذائف هاون، وأسلحة كتير جدا جدا، وكانوا معاهم سيارات دفع رباعي حاجه كده يعني، سيارات اعتقد تبقى ليها علاقه بالصحراء يعني، ان هم يقدروا يتنقلوا بيها. وتركزت الهجمات على عدد من الكمائن الامنيه، منها كمين، هي دي بقى طبعا ايه المفترض انها ايه اسمها اكسبريشنز ايه في ايه؟ اكسبريشنز مصطلحات؟ ايوه مصطلحات، هو ده يدينا. معلش انا كنت مركزه في الخبر. مصطلحات عسكريه، واحد اسمه سكر واحد، واثنين اسمه سكر اثنين، والمحاجر، بالاضافه لمحاصره معسكر للامن. يعني عايزه اقول ان خلاصه الخبر ده يا جماعه بيقول انه الامن دلوقتي مسيطر في سيناء، لانه هي بتمر بمرحله صعبه جدا، فيها ارهابيين، فيها مسلحين، فيها كمان قذائف كتيره جدا، فيها عربيات يقدروا يتنقلوا بيها جوه المكان. ما فيش حد كمان يا ساره ما تابعش الفيديو المتداول دلوقتي على شبكات الانترنت وعلى تويتر وعلى فيسبوك، ما كان في دعوه كبيره جدا لاعلان التحريض على الجيش وعلى الشرطه في سيناء، وادوهم كمان مهله ان هم يسيبوا سيناء اقسام تالي 8 ساعات او 3 ساعات لاخلاء سيناء تماما، واعلانها اماره لوحدها تماما. خلينا نقول ان الشروق الصفحه الاولى، الجيش يستعد لمعركه حاسمه في سيناء، وده متهيألي مرتبط بالخبر اللي ساره قالته. خلينا نقول ان علامه الشروق ان القوات المسلحه تستعد لخوض معركه حاسمه ضد الجماعات الارهابيه في سيناء. ياتي ذلك بعد ان هاجمت مجموعه مسلحه في سيناء 10 مراكز لتجمعات الجيش والشرطه في توقيت واحد، حيث شنت هجوما بالاسلحه الثقيله على مطار العريش الجوي ومعسكر قوات الامن المركزي برفح وخمس حواجز اخرى للجيش، احدهما قرب قاعده قوات حفظ السلام الدوليه، فضلا عن هجوم باسلحه رشاشه ضد مقر جهه سياديه برفح، وهو ما اسفر عن استشهاد جندي واصابه اخرين منهم ضابط جيش. وكانت قوات الجيش اعلنت حاله الاستنفار بعد تلقيها معلومات عن تحضير الطيارات الارهابيه في سيناء. وقال مصدر عسكري انها لا صحه لما تردد عن اعلان حاله الطوارئ في سيناء، مؤكد ان هناك درجات استعداد قصوى لمواجهه اي اعمال عنف او تهديدات محتمله قد تتعرض لها الاهداف الحيويه في سيناء. وقالوا كمان في شهود عيان قالت ان المجموعات المسلحه كانت تستقل سيارات دفع رباعي من طراز تويوتا يعني، وبعضها فيها مدافع من عيار 14.5 مضادات للطائرات، يعني واضح ان هي اسلحه من العيار الثقيل. وكمان افادوا بان غالبيه المهاجمين انطلقوا من مناطق شرق العريش وجنوب الشيخ زويد ورفح، ودرجات ناريه كانت تسبق سيارات الدفع الرابع. واضح يعني ان الجيش فعلا على اوبه الاستعداد موجود في سيناء. اكيد في خطه يعني، مش احنا على فكرة المفترض ان احنا الجيش رقم 14 عالميا من اقوى الجيوش يعني، فدي حاجة على فكرة كبيرة وجدا كمان. خليني اقول لكم انه في خبر في الشروق بيقول انه البرادعي لا اسعى للرئاسة وتدخل الجيش منع حربا اهليا، صح مظبوط كده. في على فكرة اخبار كتير جدا بتقول انه البرادعي يكون نائب لرئيس الجمهورية، وانه الاستاذ هشام رامز يكون رئيس للوزراء للحكومة. صحيح، واعتقد ان ده قرار صائب جدا يعني. الاستاذ هشام دكتور دكتور هشام رامز، بس متهيألي ان هو نفى امبارح على احدى القنوات الفضائيه، كلموه في تليفون ونفى ان هو الاحداث كتير بصراحه في المنصب.
وكمان البرادعي. وكمان البرادعي. طيب يبقى خلينا نقول لكم كده الخبر محتواه بيقول ايه، وهو في جريده الشروق النهارده بيقول في نشاط استثنائي يقابل الحاله المصريه غير المسبقه، اجرى المنسق العام لجبهه الانقاذ الوطني الدكتور محمد البرادعي عده احاديث صحفيه امس وامس الاول مع كل من صحيفه نيويورك تايمز وشبكه سي ان ان الامريكيه وهيئه الاذاعه البريطانيه بي بي سي ليوضح ما جرى في مصر. ودي حاجه كويسه جدا وخطوه مهمه جدا من دكتور البرادعي، لان هو واجهه موثوق فيها من وجوه مصر معبره جدا عن الحاله المصريه. اعتبر البرادعي انه ما قام به الجيش مؤخرا في مصر ليس تدخلا عسكريا وليس انقلابا عسكريا في الحياه السياسيه، بل استجابه لمطالب الاغلبيه التي طالبت برحيل الرئيس المعزول محمد مرسي، مؤكد ان تدخل الجيش حاله دون وقوع حرب اهليه واراقه المزيد من الدماء. كلام عاقل جدا جدا من دكتور محمد البرادعي. واكد دكتور محمد البرادعي في مقابله مع هيئه الاذاعه البريطانيه بي بي سي أمس أنه نادى قبيل قيام الثورة 25 يناير بضرورة أن تكون جماعة الإخوان المسلمين جزءا من العملية السياسية. وهنا بقى خط 100,000 خط، أن هم خايفين، عندهم مخاوف الحقيقة كتير جدا، هم يكونوا برا الحياة السياسية أو القصة السياسية أو إيه؟ والمعتقلات والسجون مرة تانية. الموضوع ده عامل لهم قلق كبير جدا، ولكن طول الوقت كل الكوادر وكل الجهات المعنية بتدعو وطنية بالضبط. فيعني يا ريت بعد مشاهد امبارح والعنف اللي احنا شفناه امبارح، مش عارفه يعني الموضوع هيتم ازاي. لا بس خلينا كمان نقول ان في على شبكات تداول معلومات امبارح كان في الكونجرس الامريكي وتصريحه انه بيساند الثوره المصريه وبيساند كمان الجيش المصري، فمتهيالي معرفش ده هيكون رد فعله ازاي في امريكا، لان متهيالي اوباما رئيس اوباما هو مع مساندة الإخوان المسلمين مش مع الشعب المصري، ومتهيألي دلوقتي أمريكا بس هو اللي بقى اللي ما بقاش على مبارك اللي قعد 30 سنة هيبقى على أي ما دي فعلا فكرة، بس متهيألي في أمريكا دلوقتي هيكون في هي المصلحة، متهيألي هيشنوا حرب كبيرة جدا على أوباما، لأن من الفلوس اللي كان بيدعم بيها أوباما الجامعات هنا في مصر ده من دافع الضرائب في امريكا، فمتهيألي فيها هتبقى فيه مشكله كبيره جدا جدا جدا، وزي ما قالوا زي ما الشعب المصري قدر ان هو يخلع الرئيس المعزول، ومن قبلها كمان سقوط مبارك عند الشعب المصري، فهو خلخل مبارك خلخل اوباما يعني زي ما بيقولوا. طيب خلينا نقول ان المصري اليوم والصفحه الاولى حل الشورى ورئيس جديد للمخابرات. تفاصيل الخبر، تواصلت امس جهود الرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور من اجل تشكيل الفريق المساعد له في اداره شؤون البلاد بالمرحله الانتقاليه، حيث اصدر قرار جمهوري بحل مجلس الشورى. وكمان اصدر رئيس الجمهوريه المؤقت قرار بتعيين اللواء محمد رفعت شحاته مستشارا امنيا لرئيس الجمهوريه، انا اسفه، وتعيين محمد احمد فريد رئيسا لجهاز المخابرات العامه. واصدر كمان سيد منصور عدلي منصور قرار بتعيين الدكتور مصطفى حجازي مستشارا سياسيا لرئيس الجمهوريه، والمستشار علي عوض صالح مستشارا دستوريا ليكون جزءا من الفريق المعاون له في اداره المرحله الانتقاليه. طيب خلينا كمان نروح لجريده الشروق مع ساره والصفحه التاسعه، ده خبر مهم جدا. واشنطن تعرق المساعدات الخليجيه لمصر بقيمه 20 مليار دولار. واشنطن طلبت من الرياض وابو ظبي ارجاء تقديم 20 مليار دولار انتظارا لتفاصيل خارطه الطريق، لكنهم اصروا على تقديم جزء صغير عاجل. خليني اقول لكم بقى الخبر بيقول ايه، ان هناك شكوك في التزام الغرب بتقديم دعم لمصر. على فكره احنا مش محتاجين دعم اي حد، في صندوق دعم مصر دلوقتي المصريين، لا يعني في اول طلعه كده بس عمل 280 مليون جنيه. انت معاكي الخبر ده؟ معايا الخبر ده، خلينا نتكلم عليه بعد. وهنقول طبعا هو 30/6 ده رقم الحساب لو اي حد عايز، او متهيألي ان احنا كلنا لازم نتبرع فيه، متهيألي ان احنا مش محتاجين حاجه من حد بصراحه يعني. ده بس في اول خمس ساعات 280 كام مليار ولا مليون؟ 280 مليون جنيه. 280 مليون جنيه في اول خمس ساعات، يعني ده رقم كبير. من رجال الاعمال ومن الفنانين، هناخد تفاصيل الخبر اول ما يكون معانا. نعم يا هدى. 600 مليون دولار. 600 مليون دولار، 600 مليون جنيه. ولسه في زياده يعني، احنا مستمرين كويس قوي. اكدت كل من المملكه العربيه السعوديه والامارات للولايات المتحده الامريكيه في اثناء التفاوض حول تنفيذ القوات المسلحه لرغبه الشعب بعزل الرئيس السابق محمد مرسي على استعداد كل من الرياض وابو ظبي تقديم دعم اقتصادي
ساخي لمصر قدرته بعض المصادر ب 20 مليار دولار على مدة سنة، وسيكون جزءا من هذا الدعم من الوطن العربي او من الخليج هيكون في صورة منح لا ترد، ولكن جزء في إطار استثمارات والباقي في صور قروض بفائدة لا تتجاوز 1.15%، يعني ما يعتبرش يعني رقم كبير الحقيقة قصاد الرقم اللي هم عايزين يدوه لمصر. متهيألي احنا كده اخبارنا خلصت، وعايز اقول لحضراتكم ان متهيألي اهم خبر نختم بيه هو صندوق لدعم مصر ورجال الاعمال يتبرعون وفنانين مصر، ومتهيألي مفيش حد هيتاخر عن مصر. وصل زي ما هو قالت لنا دلوقتي ان هو وصل 600 مليون جنيه ولسه في زياده، رقم الحساب هو 30 6 30 6. بنتمنى من كل المصريين يكونوا على قد المسؤوليه ويوقفوا جنب مصر في هذه الظروف الصعبه اللي بنمر بيها، لان احنا مش محتاجين حد، واديكم شايفين الضغوط الدوليه اللي علينا وعلى جيشنا وعلى المصريين كلهم، ونتمنى ان احنا نكون قد المسؤوليه زي ما ابهرنا العالم بثوره سلميه حقيقيه وجميله فعلا، ثوره حقيقيه وشفناها كلنا وتابعناها على الشاشات وابهرنا بيها العالم مره ثانيه. عايزين مره ثانيه نثبت للعالم ان احنا فعلا مش محتاجين اي حاجه من حد، وان احنا نقدر نقف على رجلينا مره ثانيه. ننتقل معاكم الفاصل ونكمل معاكم بقى فقرات نهارك سعيد، فخليكم معانا.